السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نحدث كل البرامج اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي بدون ما استخدم اي برامج خارجية. كل اللي انت هتعمله ضغطة زر واحدة. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي احنا هنعمله هنروح على اللي هو شريط البحث اللي موجود في شريط المهام، ونكتب cmd. هيظهر معانا موجه الاوامر، هبدا اعمله تشغيل كمسؤول، اقول له نعم تمام. في امر انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو، هاخده نسخ، بعد كده اعمل له لصق زي ما حضرتك شايف كده، واضغط على انتر، وانتظر لحظات بسيطه. لو حضرتك لاحظت هو هنا في مؤشر شغال اهو، هيبدأ يعمل لي فحص لجهاز الكمبيوتر بتاعي ويشوف ايه البرامج اللي محتاجة تحديثات ويبدأ يجهزها لي. تمام، هننتظر لحديث ما الموضوع ينتهي، لحظات بسيطة. تمام، زي ما حضرتك شايف كده المؤشر شغال، هنا ظهر لي البرامج اللي هي محتاجة لتحديثات، بيقول لي انت عايز دلوقتي تحدث البرامج دي، فهضغط له على اللي هو حرف الواي واضغط على الانتر. تمام كده اهوت. الخطوة اللي بعد كده لو انا حابب ان انا احدث كل البرامج اللي هي ظهرت عندي ديت، زي ما حضرتك شايف كده هي مكتوبة على الجنب، دي مجموعة من البرامج محتاجة الى تحديثات. هبدأ اخد الامر التاني اللي هو الامر ده اللي هو تحديث الكل، هبدأ اخده نسخ. تمام كده، واجي هنا اعمل له لصق واضغط على انتر عشان اعمل تحديث لكل البرامج اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. كل اللي انت هتعمله في الوقت ده ان انت تنتظر لحين انتهاء التحديث لهذه البرامج. زي ما حضرتك شايف كده محرك البحث هنا بدأ يظهر اهو، اللي هو عملية التحميل. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين الانتهاء من تحديث كل البرامج اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.